الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يتفق العقلاء من الناس على أن الاجتماع والائتلاف مطلب ضروري لا غنى عنه لأمة تريد الفلاح، وقد جاء الشرع بالتأكيد على هذا الأصل ورعايته. ولكن حتى التجارب ووقائع الحياة أثبتت نجاعة الوحدة والاتحاد، وثمة أمور بها تتضح أهمية وحدة الصف والحاجة إليها. ومما قام به الاتحاد الإسلامي في مملكة الدنمارك وبمشاركة الوقف الاسكندنافي وبعض المؤسسات الأخرى من عملية الرصد الميداني لفترة طويلة، تمخضت نتائجها عن هذا البيان الذي سيتلوه على مسامعكم فضيلة الشيخ محي الدين عوينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بيان المؤسسات الإسلامية في الدنمارك حول العمل بمواقيت الصلاة الجديدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا بيان المؤسسات الإسلامية حول العمل بمواقيت الصلاة الجديدة قياما بدورها الشرعي تجاه فريضة الصلاة، وهي أهم العبادات التي ربطها الشرع الحنيف بأوقات محددة. فقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: الصلاة على وقتها. متفق عليه. وبناء عليه فقد تم تكوين فريق من الأئمة والدعاة لهذا الغرض من مختلف المدن الدنماركية، وقام هذا الفريق بعقد العديد من الدورات وورشات العمل العلمية المتخصصة التي روعي فيها اكتساب الخبرات والضوابط اللازمة للقيام بهذه المهمة المقدسة. وقد قام الفريق بإعداد الأبحاث العلمية والميدانية المطلوبة، والتي كان من ضمنها رصد وقت الفجر والعشاء 10 مرات في جميع فصول السنة على أكثر من مدار عام كامل، وذلك في مختلف الجزر والمناطق الدنماركية. وقد تم من خلال ذلك تحقيق هدفين أساسيين. الهدف الأول هو الوقوف على طبيعة ونوعية الخلل والاضطراب في المواقيت الحالية، وقد تبين للجميع أنها بحاجة للتعديل والتصويب حفاظا على تصحيح صلاة المسلمين وصيامهم وعبادتهم. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هناك مواقيت مقترحة من قبل بعض المهتمين لم تراعي الطبيعة الجغرافية والفلكية الخاصة للمنطقة الإسكندنافية، وهي الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وإيسلندا، فهي دول تقع ضمن خطوط العرض العليا القريبة من القطب الشمالي، والتي تختص بظواهر فلكية خاصة تختلف عن طبيعة البلدان المعتدلة. فكيف يصح أن يتم تطبيق المعايير للبلاد المعتدلة على الدول الإسكندنافية بدون التأكد من صحتها عن طريق الرصد الميداني؟ وقد تبين لنا بكل يقين وبما قمنا به من جهود أن الأصوب والأصح هو الدرجة ناقص 15. الهدف الثاني للبحث بتوفيق الله وعونه ومدده، تم الانتهاء من وضع مواقيت الصلاة للدنمارك للعام كاملا. فمن خلال عملية الرصد الدقيقة والأمينة والمتأنية والشاملة، تبين أن الوقت الصحيح للعشاء والفجر الذي يجمع كافة الصفات الواردة في النصوص الشرعية يكون عند الأفق الأقرب بزاوية مقدارها ناقص 15 درجة. وكذلك تمت رعاية فروق المواقيت بين المدن الدنماركية المختلفة، بحيث يكون لكل مدينة مواقيتها الخاصة بها. ولمزيد من الأمانة والمهنية تمت مراجعتها وتدقيقها، ولدينا في ذلك بحث مؤصل شرعيا وفلكيا
قام به المتخصصون وراجعوه. وقد اتفق المجتمعون في هذا البيان على أن يكون بدء العمل بالمواقيت الجديدة في الأول من مايو 2019، وسوف يتم إطلاق تطبيق لتيسير العمل بها للهواتف الذكية قريبا إن شاء الله تعالى، باسم المؤسسات الإسلامية كافة المشاركة في هذا المشروع المبارك. نقدم المسلمين في الدنمارك هذه الجهود الطيبة التي بذل فيها نفائس الأوقات وعملنا فيها بكل أمانة وجد واجتهاد، متجردين في سبيل الله سبحانه وتعالى، سائلينه الصدق والإخلاص. ويطيب لي أن أطمئن المسلمين على صلاتهم وصيامهم التي تمت على المواقيت القديمة، بأن الإنسان لا يؤاخذ على خطأ لا علم له به ولا قدرة له على تصحيحه، فقد كانت اجتهادا. نسأل الله أن يجزي من قام به خيرا، وأن يغفر لنا ولهم ما كان فيها من خطأ أو زلل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أملنا في الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يجعله صدقة جارية نرجو ذخرها عند الله سبحانه وتعالى، الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنه سبحانه حسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم الوكيل. تم هذا البيان في يوم السبت الموافق 22 من شهر شعبان عام 1440 الهجرة، 27 من شهر أبريل عام 2019. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.